سارك في العروسة دي زي الأمر، ما فيهاش غلطة يا شاهد. قتلته. مين؟ خطيبي. شكيت فيه، راقبته، اكتشفت انه محول مكتبه جارسونيرة، قفشته، طلعت المسدس وضربته 16 طلقة لغاية ما خليت جسمه مصفى. والغريبة بقى ان الكلب ده اختفى من حياتي من ساعتها. يا ترى راح فين الكلب ده من ساعة ما مات؟ وزهرت ياسمين. ياسمين مين؟ سوري نسيت اعرفك عليها. ياسمين علي شهاب. عمر ياسمين، بسم الله ما شاء الله. انا عارفه انك بتحبني ومخلص ليا، صح؟ ناوي نتجوز امتى؟ انا عايزه الفرح او الدور. انا فصيله دمي او في ايه؟ طيب سوري انا لازم اروح الحمام عشان عندي ميتنج مهم جدا جدا جدا. ممكن بليز تاخدوا بالكم من ياسمين؟ عينين. ايه يا شهاب، انت عايزني اتجوز واحده مجنونه؟ شش وطي صوتك. ياسمين احدى. ياسمين انت كمان، انت عايز تكلمني؟ انا همشي. لا، الكاميرا بتاعت موبايل ياسمين احلى. ياسمين ممكن بليز تاخدينا سيلفي الخطوبه؟ الله. ياسمين ابعتها لي على الواتساب لو سمحت. عيد ميلاد علي بيه فاضل له يومين ولسه ما توصلناش لفكره ترضيني. انا شايف فيه رحرحه ابداعيه، في ترهل فكري، ده تسيب اهمال. بالنسبه للساحره الكولومبيه اللي جايه، عايزكم تحجزوا لها سويت، ومش اي سويت، رويال سويت. احنا مش جايبين الساحر مدحت يا اساتذه، دي بتطلع البيضه من اماكن عجيبه يا اخوانا والله. والله يا حرام كده، كل اسبوع عيد ميلاد، كل اسبوع عيد ميلاد ومصاريفه خراب بيوت. يا ابن حرام عليك، الواد هيتحبس، احنا في مصيبه. فعلا يا شهاب احنا في مصيبه. تخيل البلالين الهيليوم ناقصه من السوق، عشان كده عايزك تمضيني على 30 40 الف يبقوا معانا ان كيس. يلا امسك الوصل ده عشان نلحق نصرف. طبعا انا طول اخش السجن على ايدين مرة كولومبيه سافله بتطلع مش عارف ايه منين. علي بالمناسبه صحيح، البنات اللي جايين الحفله انا رايي نوحد ازاي. مالت؟ لا مالت ايه يا بلبل، ما يصحش كده. الله يبارك لك، لبسهم بوبيرات على الاقل عشان البرد. الله على طيبه قلبك ورقتك، انت ايه يا اخي؟ جنب قلب ام. اكتب يا ولد. اهم حاجه بقى البنات اللي يجوا يبقوا صعبين، مش عايز بنات سهله زي كل مره. فين التعدي في الموضوع يا اخي؟ يعني انا مثلا عايز واحده محترمه مخطوبه وبتحب خطيبها اتجوزها ويبقى في ريسك يتخرب بيتها. وانت كمان يا شهاب على فكره لازم تيجي اليوم ده. لا انا راجل بخاف ربنا وعندي بنات. سلام عليكم. استنى بس يا شهاب. شهاب انت رايح فين؟ لا ده لازم يمضي على الوصل عشان نلحق نصرف. شهاب استنى استنى يا حبيبي. الله في ايه يا اخي؟ انت بتوقف المراكب السايره ليه؟ يا ابني يا ابني كل اللي بتعمله ده هيترد لك كما تدين وتدان. طب هيترد لي ازاي؟ انا لا متجوز ولا عندي اخت ولا عندي ام ولا عنده تيزه. يبقى ما نبهدلش بنات الناس معانا ليه؟ مش كده. همشي قبل ربنا ما يخسب بينا الارض. وانت خليك كده، الناس تكرهك كل يوم عن التاني لحد ما تموت وانت لوحدك. انا ما يهمنيش راي حد فيا على فكره، انا عندي ثقه في نفسي. انا ما فيش حد بيكرهني يا شاب. طب قول لي مين بيكرهني؟ طب قول لي وانا اقول لك مين اللي ركب لك ديل في الشركه الاسبوع اللي فات. علي يا شاب. يا سادة أنا توصلت أخيراً للفكرة بتاعت عيد الميلاد الأسبوع دول. الحب، الحنان، عايزكوا تحسسوا علي بيه قد إيه إحنا بنحبه، قد إيه ما نقدرش نستغنى عنه. بس حسكوا عينكوا يحس إن إحنا بننفق. أنت الذي بدونك الحياة مستحيلة، فمنك الحب وتعطي الحب في ليال طويلة. لا أجامل ولا أنافق، فنساء الكون بين يديك خميرة، أهديها لك على طبق من ذهب، فإن لم ترضى فهي أسيرة. شجاعتي تنتابني فلا أداري فكري، وأنا أبلغ من موسى وبكري. تردش على تليفونك ليه؟ انت في كارثه. مفيش كوارث والحياه حلوه وانت شايف الناس بتحبني ازاي. اقعد ساكت بقى يا شهاب. يا ابني اسمعني. مش سامع مش سامع. بي 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 بي. يا حبيبي انت في مصيبه بجد. مفيش مصايب والدنيا حلوه يا شهاب. بقول لك يا شهاب اطلع اقول لك كلمتين حلوين من قلبك كده بدل اللي انت عمال تقوله ده. يلا. انت الذي والذين. ده بقى المثقف بتاعنا. شهاب تعال اقول كلمه. يلا. انت خلفت بنت. عايز تقنعني انك من كام يوم تقول لي كما تدين وتدان والنهارده جاي تقول لي خلفت بنت؟ انا باخد بالي كويس قوي في الحاجات دي يا شهاب،
ولا انت مش شايف شغلك يا نبيل؟ باشا انا بامنه كافه التامين اللي تتخيله واللي ما تتخيلوش. انا ناقص الف علي شخصين في كيس زباله، ولو علي مش شايف شغله يا علي يبقى هو. مش انت المحامي يا شهاب ولا ايه؟ والله بقى تصدقوا ما تصدقوش انتوا احرار، الورق سليم وقدامكم اهو، اتاكدوا بنفسكم. واضح ان معاها محامي عقر ضرب عقد جواز وبعت كل الانذارات على عنوانك القديم. ما خلفتش يا جدعان، قلت لك الحجر الداير لابد علطته. انا ملطوط يا نبيل؟ انت قطقوط. انا عايزك ما تشغلش بالك في الليله الحلوه الجميله دي، ده عيد ميلادك بنستناه من اسبوع للاسبوع. احنا هنضرب عصفورين بحجر، لو مش بنتك هنديهم قرشين ونغورهم، ولو بنتك مصلحه نعمل لها اوضه حلوه كيوت، البنت تمشي جنبك في الشارع، البنات يشوفوها يقول لك بنت مين الحلوه الكيوت ديت، وهنشقط بيها بنات برضو. وين وين. وصدقني انت ما تعرفش الخير فين الا البنت فين يا شهاب. اخيرا اخيرا حسيت انك ليك بنت حبيبي. يا ابو حبيبي يا ابو يا حبيبي يا ابو حبيبي يا ابو يا حبيبي يا ابو ده بنت مش كده. لا 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 والله ما هي راجعه، حلال عليك ادي هتحلت. يلا يا نبيل استنى بس يا علي. يا بنت ايه القرف ده؟ جاتك القرف؟ انا مش ابوكي. ولما انت مش ابويا حضنتني ليه؟ لا جرايم انك لا 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 ده انا باكلها بعرق جبين. هاتي الثمن الحضن. اه حقها لا ده انا ما بتحلتش. يا بنت يا بنت ابوك اهو اهو بقى العيل الخريج ده. يبقى ابويا انا دراستك خان منه. كلمة الحق ظهرت، أنا عيل خرقة يا جماعة، ما ينفعش أخلف واحدة جربوعة زي دي. يلا يا نبيل جربوعة بس يا علي. مين؟ جربوعة مين يا راجل من غير أمارة؟ يا طعم من غير سنارة، يا سمك مليان زفارة، يا دخان من غير سيجارة.